تفكري واكيد افتكرت حلم. لا ما افتكرتش حاجه خالص خالص يعني ما فيش ولا حلم حلمتيه يعني حلم بقى وحش عفاريت وقعت من دور التسعين كلام. لا هو مثلا اكون يعني في مكان عادي كده ولاقي نفسي واقع فجاه وبعدين اصحى على الحلم بقى ان انا ما وقعتش اصلا يعني كنت لسه واقعه وكده تصحي بقى تصحي تلاقي نفسك على السرير ولا تحت السرير؟ لا لا على السرير وبتقول الله انا صحيت ومش مت. اه بجد يعني علشان بخاف كده وبحس ان انا اللي هو يا لهوي انا هقع كده بس فبخاف من الوقوع والله بحس ان انا ماسكه في السرير كده وعايزه اقوم يعني وكده. عمرك مشيتي وانت نايمه؟ لا اتكلمت وانا نايمه بس ما مشيتش. اتكلمت وانت نايمه مين؟ انت اللي قلتي اللي انت حسيتي بكده ولا حد قال؟ لا هو حد قال لي وبعدين صوروني بقى وانا بتكلم وانا نايمه. حلو حلو حوار التصوير ده. صوريك وانت كنت بتقولي ايه؟ كنت عماله ادعي عليهم وكنت عماله اقول عايزه اكل وعايزه عمرو دياب يكلمني وكده يعني. احلامك واسعه يعني الاكل مقدور عليه نجيب لك عمرو دياب مني. مش عارفه قلت عايزه عمرو دياب يقول لي كل سنه وانت طيبه. رد فعلهم ايه بقى في البيت؟ قعدوا يضحكوا عليا بس كده. انت ذات نفسك ضحكت على نفسك؟ اه الصراحه. طب انا في حاجه بتحصل معانا احنا كتير يعني مش معظمنا بتصحي من النوم تلاقي نفسك الدنيا ضلمه خالص تفتكر انك اتعميتي. ده حصل معاكي؟ لا لا ما حصلش قبل كده معايا. بس والله ما حصلش. شكرا. اه تمام ماشي عايزها ان شاء الله خلال الاسبوع ده على كايرو ميديا.